أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. وتحدثنا في الدروس السابقة عن بعض آثار صلح الحديبية المجيدة، ومن هذه الأثار كما ذكرنا في الدرس السابق فتح خيبر. ونقف وقفة لتحليل الوضع بعد فتح خيبر، تحليل الوضع في أوائل العام السابع من الهجرة. أولا، حيد جانب قريش وبدأت الأرض تتناقص من حول قريش، وشعرت قريش بعظمة الدولة الإسلامية وبالذات بعد فتح خيبر. وقريش كانت تعتبر خيبر من أقوى حصون الجزيرة العربية مطلقا، وتعتبر اليهود من أشد الناس قتالا ومن أقواهم عدة. فكانت هزيمة اليهود في خيبر ضربة كبيرة جدا، ليس فقط اليهود ولكن لقريش في عقر دارها. ما تخيلت قريش أن المسلمين بلغوا من القوة إلى الدرجة التي تمكنهم من فتح خيبر. الحاجة الثانية مهمة جدا، أمن المسلمون جانب اليهود بعد هزيمتهم في خيبر، وأصبح للمسلمين اليد العليا بلا منازع في الصراع الذي بينهم وبين اليهود بصفة عامة. شفنا قبل كده أن المسلمين لم يكتفوا فقط بفتح خيبر، ولكنهم فتحوا أيضا وادي القرى وتيماء وفدك، يعني كل التجمعات اليهودية الموجودة في شمال المدينة المنورة. الحاجة الثالثة مهمة جدا جدا، ازدادت قوة المسلمين بشكل ملحوظ. طبعا ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين كان عالي جدا جدا، لأن فتح خيبر كان فيه خير كثير جدا جدا للأمة الإسلامية، ليس فقط من الجانب العسكري ولكن أيضا من الجانب الاقتصادي. وذكرنا قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، وكذلك قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فوق ارتفاع الروح المعنوية، انضم المسلمون من أماكن مختلفة في الجزيرة العربية إلى قوة المدينة المنورة. جاء المسلمون من الحبشة، وهذا حدث في تزامن مع فتح خيبر، لم نذكره في الدرس الماضي، لكن في أواخر خيبر بعد أن تم فتح خيبر جاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والمهاجرون من الحبشة في نفس الوقت الذي فتحت فيه خيبر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لهم من أسهم خيبر لأنه اعتبرهم مشاركين في الغزوة، جاءوا بهذه النية من المدينة المنورة. فطبعا كانت إضافة كبيرة جدا للدولة الإسلامية. قدم أيضا الأشعريون وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من اليمن. قدم كذلك الدوسيون، الدوسيون قبائل دوس، قبائل كبيرة من اليمن، جاءت أيضا في ذلك الوقت وعلى رأسهم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. وقدم المسلمون من قبائل أخرى كثيرة إلى المدينة المنورة، يعني تزايدت أعداد المسلمين جدا بعد فتح خيبر أو بعد صلح الحديبية. بل إن المسلمين قدموا أيضا من مكة المكرمة ذاتها بعد أن تنازلت قريش عن بند إعادة المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة بعد الحرب التي شنها عليهم أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه كما ذكرنا في الدروس السابقة. يعني بدأت كما ذكرنا قوة الدولة الإسلامية تتنامى، وفي نفس الوقت قوة قريش تتناقص. ثم إن هناك عدد كبير من العرب بعد صلح الحديبية أسلم ودخل في صف المسلمين، لم يكن يقوى على إعلان إسلامه قبل صلح الحديبية، لكن بعد أن وضعت الحرب في الجزيرة العربية وأمن الناس جانب قريش دخل في الإسلام من كان مترددا في ذلك الأمر. يبقى الحاجة الثالثة في تحليلنا على أوائل السنة السابعة الهجرية أن قوة المسلمين ازدادت بشكل ملحوظ. واحد، حيد جانب قريش. اثنين، أمن المسلمون جانب اليهود. ثلاثة، ازدادت قوة المسلمين جدا بعد الصلح الحديبية. أربعة، في هذا التحليل بقي من الأعداء القدامى للمسلمين قبيلة غطفان. قبيلة غطفان زي ما قلنا هي مجموعة من المرتزقة المأجورين، يؤجروا للقتل، يؤجروا للهجوم على الغير. استأجرهم قبل ذلك اليهود لحرب المسلمين في الأحزاب، وحاصروا المدينة المنورة بستة آلاف مقاتل مع أربعة آلاف من قريش، يعني كانوا 10,000، وكانوا يريدون استئصال الدولة الإسلامية تماما. ولهم تاريخ معقد مع المسلمين، أكثر من مرة يحدث نوع من الغدر بالمسلمين وقتل عدد من المسلمين، وما أحداث بئر معونة وغيرها من الأحداث ببعيد من المسلمين. طبعا آخر أحداث حصلت من غطفان كانت حصار الأحزاب ثم
محاولة معاونة يهود خيبر في حربهم ضد المسلمين لولا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحالف الذي كان بين اليهود وبين غطفان عن طريق إرسال سرية إلى غطفان كما فصلنا في الدرس السابق. إذن تخلص المسلمون من عدوي قريش عن طريق المصالحة والمهادنة، واليهود عن طريق الحرب فتح خيبر، وبقي لهم عدو واحد كبير هو غطفان. لما أفهم هذا التحليل أقدر أحدد أهداف المرحلة القادمة. يا ترى أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابع كانت إيه؟ أهداف المرحلة التي بعد فتح خيبر. أنا شايف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه هدفين رئيسيين في العام السابع من الهجرة أو في الفترة التي تلت فتح خيبر. الهدف الأول هو نشر الدعوة واستغلال الهدنة اللي حصلت بينه وبين قريش بعد صلح الحديبية، والهدف الثاني إيقاف خطورة قبيلة غطفان، تأمين جانب غطفان والانتقام لكرامة الأمة الإسلامية من حصار غطفان ومن حرب غطفان المرة تلو المرة للمسلمين. من اللافت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذين الهدفين سلك مسلكا واحدا، وهو إظهار القوة والعظمة والعزة للإسلام والمسلمين. وسبحان الله كما أن الإسلام كدين وشريعة وكقرآن يتلى يؤثر في قلوب الكثير من الناس، إلا أن هناك الكثير من الناس لا يتأثرون إلا بمظاهر القوة، لا ينبهرون إلا بعزة الإسلام وسيادة الإسلام على الغير. والطابع الذي كان يغلب على هذه السنة السابعة هي إظهار القوة الإسلامية، إظهار مظاهر العظمة الإسلامية والعزة الإسلامية. ظهر ذلك في مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في عمرة القضاء، وظهر تأثر الكثير من أهل مكة وأهل الجزيرة بصفة عامة، بل وأهل العالم أجمع، بمظاهر القوة الإسلامية التي ظهرت في العام السابع من الهجرة. تعالوا كده نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي حقق الهدفين بتوع السنة السابعة من الهجرة عن طريق إظهار القوة الإسلامية. أولا موضوع نشر الدعوة، تكلمنا قبل كده على الرسائل للزعماء والملوك وفصلنا فيها كثيرا، وهذه الرسائل أضافت للمسلمين قوة كبيرة جدا، ليس فقط قوة معنوية ولكن قوة عددية. ليه؟ لأن بعض هذه الرسائل أدت إلى دخول عدد جديد من المشركين في الإسلام، ومن أبرز هؤلاء مملكة البحرين بكاملها دخلت بزعيمها المنذر ابن ساوى، كل الشعب بتاع البحرين دخل في صف المسلمين. كذلك دخلت دولة اليمن، ودولة اليمن كما تعلمون أسلمت بعد إسلام باذان اللي هو قائد اليمن الفارسي عندما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن معه شعبه سواء كانوا من الفارسيين الذين يعيشون في اليمن أو من أهل اليمن الأصليين، الجميع تقريبا آمن ودخل في صف الدولة الإسلامية. نعم هم في مكانهم في اليمن، ولكن هذه إضافة قوية جدا جدا للدولة الإسلامية. وما ننساش أن اليمن في جنوب قريش والمدينة المنورة في شمال قريش، فهكذا حصرت مكة المكرمة بين مناطق إسلامية، وهذا بلا شك إضافة كبيرة للدولة الإسلامية الجديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل الدعاء هنا وهناك يدعون الناس إلى الإسلام، يقربون المعنى والفكرة إليهم، والناس بدأت تفكر في الإسلام بطريقة جديدة دون خوف أو وجل من قريش، فكانت هناك أعداد كبيرة من العرب تدخل في الدين الإسلامي بعد صلح الحديبية. يبقى الهدف الأول في العام السابع من الهجرة وما تلاه من أعوام هو نشر الدعوة في كل بقعة، ليس فقط من بقاع الجزيرة العربية ولكن في كل بقعة من بقاع العالم أجمع. الهدف الثاني كان مهم جدا، وهو إيقاف خطورة غطفان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقف خطورة غطفان وليؤمن جانبها خرج إليها في غزوة وأرسل إليها عدة سراي، حوالي 6 سراي. الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، والغزوة دي كانت في شهر ربيع أول سنة 7 هجرية. خلي بالك ربيع أول 7 هجرية يعني تقريبا بمجرد أن عاد من فتح خيبر. فتح خيبر زي ما أنتم عارفين بدأ في أول محرم سنة 7 هجرية واستمر أكثر من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في أواخر شهر صفر سنة 7 هجرية أو أوائل ربيع أول 7 هجرية. يعني خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غطفان كان بمجرد أن عاد من فتح خيبر، حركة دائبة في الجهاد في سبيل الله. بعض كتاب السير بيحطوا غزوة ذات الرقاع في أحداث السنة الرابعة، لكن الحقيقة هذا لا يستقيم، لأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ثبت في البخاري أنه شارك في غزوة ذات الرقاع، وأبو موسى الأشعري باتفاق لم يأتي إلى المدينة المنورة إلا في العام السابع
من الهجرة مع قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، يعني جاء مع فتح خيبر. فمن المؤكد أن غزوة ذات الرقاع تمت في السنة 7 من الهجرة. هذه الغزوة كانت موجهة إلى قبائل غطفان، وقبائل غطفان مش بس حصروا المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ومش بس كانوا عايزين يساعدوا اليهود في خيبر، لا ده كانوا بيعدوا العدة لغزو المدينة المنورة مرة ثانية بعد غزوة الأحزاب، وذلك لأنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليهم سرية قبل ذلك وهو يفتح خيبر، فلذلك أرادوا أن يعيدوا غزو المدينة المنورة من جديد. لذلك كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف وقفة جادة مخوفة ويخرج إليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن ينتظرهم في المدينة المنورة، عشان طبعا ما يتخذش انطباع أن المسلمين دايما خايفين من غطفان ودايما بيتحصنوا في حصنهم ولا يجرؤون على مواجهة مباشرة مع غطفان. الانطباع السلبي ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايزه يكون موجود لا عند غطفان ولا عند أهل الجزيرة العربية بصفة عامة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش وخرج عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو أن جيوش المسلمين في ذلك الوقت كانت موزعة في أماكن مختلفة. الآن في طبعا جيوش داخل المدينة المنورة، في جيوش في خيبر، في وادي القرى، في فدك، في تيماء، في غيرها من الأماكن الملتهبة في ذلك الوقت. فوق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمن أن يترك المدينة بلا جيش ولا قاعدة، قريش لا يؤمن غدرها، وقبائل غطفان قد تلف من هنا أو هناك حول الطرق لتدخل المدينة المنورة من أي مكان، واليهود كذلك، يعني أمور خطيرة جدا لابد أن تترك حامية في داخل المدينة المنورة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في جيش صغير نسبيا، الجيش تقريبا 400، في بعض الروايات 700 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن معهم من البعير إلا القليل، لدرجة أن الستة من الصحابة كانوا يتناوبون ركوب البعير الواحد. والرسول صلى الله عليه وسلم صار مسافة كبيرة جدا جدا بجيشه في عمق الصحراء، توغل جدا جدا حتى بلغ ديار غطفان. غطفان إلى الشمال الشرقي من المدينة المنورة على مسافة عدة ليالي من المدينة، ولكون المسافة سبحان الله كبيرة والصحابة يسيرون على أقدامهم فقد أثر ذلك جدا عليهم رضي الله عنهم أجمعين. البخاري رحمه الله يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان مشاركا كما ذكرنا في غزوة ذات الرقاع، يروي عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، يعني الستة بيتناوبوا بعير واحد فقط. يقول: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. سبحان الله، يعني تشققت أقدامنا في الطريق وتشققت أقدام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وسقطت أظفاره. فيقول: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. حي يا إخواني، إحنا محتاجين نقف وقفة مع الموقف ده. هذا الحديث وأمثاله يوضح لنا فعلا مدى التضحية والبذل والعطاء الذي تميز به هذا الجيل النادر، فعلا جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، حركة دائبة مستمرة في سبيل الله. تعالوا كده نبص على الشهور الثلاثة الأخيرة التي مرت بنا في السير. راحوا مكة المكرمة لأداء العمرة مع التضحية التامة بالنفس والذهاب إلى عقر دار قريش، بيعة على عدم الفرار وعلى الموت واستعداد تام للقتال حتى النهاية، عودة للمدينة المنورة بعد صلح حديبية وانطلاق مباشر إلى حصون وقلع خيبر، قتال شرس أكثر من شهر متصل في خيبر، وانتصار مهيب كما رأينا لا مثيل له، عودة للمدينة لعدة أيام ثم الخروج والسير في الصحراء مسافة طويلة كما رأينا لقتال قبيلة غطفان من أقوى وأشرس قبائل العرب، حركة دائمة في سبيل الله، بذل وتضحية في كل دقيقة. وشفنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه يعود من الحبشة فيجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غادر المدينة إلى خيبر، فيترك المدينة مباشرة ويتجه إلى خيبر ليشترك في القتال. ده جاي منين؟ ده جاي من أثيوبيا، من الحبشة، مشوار طويل جدا جدا. وشفنا برضه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يأتي من اليمن في أيام خيبر، فيخرج بعد قدومه بعدة أيام إلى هذه الغزوة الصعبة، غزوة ذات الرقاع. ما كانش في أي لحظة ضائعة في حياة هذا الجيل، ولعل ذلك هو الذي يفسر الكم الهائل من الأحداث التي تمت في زمن البعثة النبوية. زمن البعثة النبوية فترة محدودة جدا قصيرة، لا يمكن أبدا أن تستوعب كل هذه الأحداث إلا إذا نظرت إلى هذا الجهد والبذل والعطاء المستمر
من هذا الجيل رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أضفت إلى هذا الاستغلال الدقيق لكل لحظة من لحظات الحياة مسألة البركة التي ينعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، ساعتها تقدر تفهم إزاي عملوا الأحداث الضخمة الكتير أوي ديت في هذه الفترة المحدودة من الزمان. وطبعا كل أعمالهم ديت كانت فعلا خالصة لله عز وجل، لدرجة أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما حكى هذا الحديث جه بعد كده كره ذلك الأمر، كره أن حدث بذلك الأمر، وقال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني ليه أنا قلته، خليني كنت أكتم هذا الأمر ليصبح عملي بيني وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله أنه حدث بذلك الأمر ليصل إلينا لنتعلم ونعلمه لإخواننا وأبنائنا. ومع كل هذه الصعوبة وصل الجيش الإسلامي إلى ديار غطفان الحمد لله، وكنا نتوقع معركة طاحنة بين المسلمين الذين تعرضوا لأذى غطفان قبل ذلك أكثر من مرة، وبين غطفان القبيلة الكبيرة الشرسة التي تغزى في عقر دارها. ولكن سبحان الله ما دار قتال أصلا، ما حصلش لا قتال كبير ولا صغير، سبحان الله. آثر أهل غطفان ألا يدخلوا في صراع مع المسلمين، مع أن المسلمين في أقصى تقدير لا يزيدون عن 700 كما ذكرنا، وأعداد غطفان هائلة، والمعركة في عقر دار غطفان وفي الطرق والدروب التي خبروها وعرفوها قبل ذلك 1000 مرة، والمسلمون قادمون من مسافة بعيدة جدا، قد نقبت أقدامهم من السير كما يقول أبو موسى الأشعري، وأهل غطفان مستقرون في ديارهم. سبحان الله، الأمر في عرف أهل الدنيا عجيب. كيف يهرب هؤلاء الغطفانيون وهم في هذه الظروف المستقرة من جيش ظروفه صعبة كجيش المسلمين؟ سبحان الله، هذا الكلام يا إخواني وهذا الوضع لم يكن له إلا تفسير واحد، هذا الجيش الإسلامي مؤيد بقوة خارقة فوق كل الحسابات المادية. هذا تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولعامة المؤمنين الذين ساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يوصل لأرض المعركة يكون الجيش اللي رايح له مرعوب منه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الأمر يا إخواني، تأييد رب العالمين لجيش المؤمنين، هذا أمر مفهوم بالنسبة لعموم المؤمنين، وشافوه كتير جدا قبل كده، شافوه في بدر، شافوه في الأحزاب، شافوه في غزوات اليهود المختلفة بدءا من بني قينقاع وانتهاء بخيبر، بل شاهدوه في النصف الأول من غزوة أحد عندما كان المسلمون مرتبطين بالله عز وجل. قال تعالى تعليقا على النصف الأول من غزوة أحد، قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا ارتبط به المسلمون ألقى الرعب في قلوب الفريق الآخر، هذا بدون حسابات مادية وبدون أعداد وعدة، أمر غير مفهوم تماما عند أهل الدنيا فعلا. طبعا إحنا بنقول إن هذا أمر مفهوم ويقيني عند المؤمنين، هم عارفين ربنا معاهم، لكن الجديد في غزوة ذات الرقاع أن هذا الشعور إن في قوة خارقة إلى جانب المؤمنين، هذا الشعور دخل أيضا عند أهل غطفان سبحان الله. وجدوا أنفسهم ينسحبون أمام الجيش الإسلامي بشكل غير مبرر، وجدوا أنفسهم للمرة الأولى في حياتهم يرتعبون من غيرهم، دولت ناس عايشين على السلب والنهب وقطع الطريق ومرتزقة، يحاربون عيشتهم حرب، أكل عيشهم قتال، ومع ذلك لقوا نفسهم خايفين من 400 أو 700. إذا كان هذا الرعب من فريق قليل جدا كالمسلمين، إذن هذا أمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تحليل. هكذا فكر أهل غطفان سبحان الله. غزوة ذات الرقاع هزت قبيلة غطفان من الأعماق، مع أنها غزوة كما ذكرنا لم يحدث فيها قتال، لكن إحنا سبحان الله تعودنا على كده، يأتي النصر من حيث لا نحتسب، ليعترف الجميع عند إتيان النصر أن النصر من عند الله عز وجل. بدأت شعوب غطفان وزعماء غطفان يفكرون جميعا بنظرة إيجابية لهذا الدين. نعم لم يأخذوا قرارا سريعا بالدخول في الإسلام، لكن وقفوا وقفة جادة للتأمل. هؤلاء المرتزقة الذين عاشوا حياتهم على السلب والنهب وجدوا أنفسهم أمام شيء ما قابلوه قبل ذلك، ولم يسمعوا عنه إلا من غير المسلمين.
طول عمرهم بيسمعوا عن المسلمين من قريش، من اليهود، من غيرهم، لكن أول مرة يقابلوا المسلمين بجد. الآن دخلت الرهبة في قلوبهم، وألقى الإسلام سبحان الله بجلاله وهيبته على غلاظ القلوب وعلى عتات الإجرام أهل غطفان. هذا الدين المحكم سبحان الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الدين يتسلل إلى القلوب تسللا سبحان الله. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا دون قتال، لكن ترك أثرا لا يمحى من قلوب غطفان، وشاء الله عز وجل أن يضاعف من هذا الأثر بقصتين حدثتا مباشرة بعد هذه الغزوة والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من غطفان إلى المدينة المنورة. القصة الأولى جاءت البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيها أن الجيش الإسلامي هو راجع من غطفان إلى المدينة المنورة نزل في مكان ليستريح، فتفرق الناس كما يقول جابر في العضاء، يعني منطقة كثيرة الشجر، تفرقوا في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة وافرة الظل، نام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على الشجرة. قال جابر فنمنا نوما، الرسول نام وكل الصحابة ناموا، الطريق طويل جدا ومتعب، الجميع نام. فجاء رجل من الأعراب المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خد السيف ورفعه فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، فجأة استيقظ لقى واحد واقف على رأسه بالسيف. قال له الأعرابي المشرك، وطبعا هذا الأعرابي من غطفان جاي وراء المسلمين، قال له أتخافني؟ الأعرابي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخافني؟ وطبعا السؤال غريب، كان المتوقع من الرجل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك ينال شرفا كبيرا جدا عند أهل غطفان، لكن الرجل لم يفعل ذلك، بدأ في حوار مع رسول الله. طبعا ده لمنع رب العالمين سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أذى الآخرين، والله يعصمك من الناس. قال له أتخافني؟ فرسول الله رد في منتهى البساطة سبحان الله، قال لا مش خايف سبحان الله، ما اهتز له جفن ولا دخل في قلبي أي خوف سبحان الله. العربي تعجب، السيف في يده ورسول الله أعزل ليس معه أحد ومع ذلك لا يخاف. فقال العربي فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بثبات الله. في رواية أن العربي كرر السؤال 3 مرات، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ وفي كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بثبات الله الله، فوقع السيف من يد العربي. وفي رواية غريبة جدا ورواية في البخاري أيضا يقول أن الأعرابي شام السيف، يعني إيه شامه؟ يعني أغمد السيف، يعني لم يقع منه رغما عن إرادته ولكن أغمده بإرادته تعجبا من ثبات رسول الله السلام. شوف قد إيه الموقف. وفي الرواية التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل وابن إسحاق رحمهم الله أنه عندما وقع السيف من يد الأعرابي أمسك به رسول الله السلام ورفع السيف على الأعرابي وقال له من يمنعك مني؟ تبادل الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي المواقف الآن، من يمنعك مني؟ الأعرابي كافر، ما استطاع أن يقول الله وما استطاع أن يلجأ إلى آلهته المزعومة من الأصنام، لكن طمع في كرم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الأعرابي أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، يعني لم يسلم، لكن وعد رسول الله ألا يقاتله بعد ذلك سبحان الله. على الرغم من الموقف الصعب إلا أن الأعرابي لم يستطع أن يأخذ قرار الإسلام. ومع ذلك إخواني وإخواتي أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحه ولم يعاقبه، وثبت ذلك في البخاري أن رسول الله لم يعاقب هذا الرجل، وعاد الرجل إلى أهله سالما وقال لهم جئتكم من عند خير الناس سبحان الله. وفي رواية أن عددا كبيرا من أهله أسلم، وأن هذا الرجل كان اسمه غورث ابن الحارث. هذه القصة وإن كانت في ظاهرها عابرة إلا أنها تركت أثرا كبيرا جدا في أعراب هذه المنطقة من قبائل غطفان، وأدركوا بهذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط رجلا كريما وليس فقط قائدا شجاعا جريئا، وإنما هو نبي مرسل، لأنه ليس من عادة الملوك والقادة
أن يتركوا من وقف على رؤوسهم بالسيف مهددا هكذا ليس من عادتهم الرحمة والكرم والتسامح لهذا الحد. هذا ليس من طبع الملوك والقادة. لا شك أن هذه القصة بالإضافة إلى غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بجيشه الصغير البسيط دون خوف ولا وجل كان له أبلغ الأثر في تفكير هؤلاء الأعراب جديا في قضية الإسلام. القصة الأخرى العجيبة التي حدثت في أثناء رجوع هذا الجيش المبارك إلى المدينة المنورة ورواها أبو داود عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن الجيش نزل بأحد الأماكن للراحة فعين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين للحراسة، عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه وعمار بن ياسر المهاجري رضي الله عنه، فقسم الليل بينهما. فكانت نوبة عباد بن بشر فأراد أن يقطع الليل بالصلاة، وقف يصلي قيام الليل، فجاءه أحد المشركين برضو من غطفان ورماه بسهم، فنزع عباد السهم وأكمل صلاته. تخيل سهم دخل في كتف عباد بن بشر رضي الله عنه، فينزع السهم ويكمل الصلاة، دم يسيل منه يتفجر ومع ذلك يكمل الصلاة، شيء عجيب. فرماه المشرك بسهم آخر فنزعه عباد وأكمل صلاته، فجاءه السهم الثالث فنزعه عباد ثم ركع وسجد وأنهى صلاته. سبحان الله، ما قطعش الصلاة كده فجأة، كمل صلاته لحد ما خلص الصلاة. ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فلما وجد عمار بن ياسر الدماء في كل مكان ورأى الأسهم الثلاثة قال لعباد: هل لا أنبهتني أول ما رمى؟ كنت صحيتني من أول سهم. شوف قد إيه عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه في يقين وفي خشوع يرد ويقول: كنت في سورة أقرأها، سورة في قيام الليل، كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله. في رواية ابن إسحاق قال عباد: ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. لقطع هذا الرجل نفسي، حياتي، قبل أن أقطع هذه السورة. ولك أن تتخيل مدى استمتاع عباد بقراءته، ومدى حبه لقيام الليل، ومدى استغراقه في عبادته، ومدى خشوعه وتركيزه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. المهم والشاهد في هذه القصة هو أن هذا الرجل المشرك الذي أطلق السهام هرب لما شاف عمار بن ياسر استيقظ، هرب وفر إلى قومه ولا ندري عنه شيئا بعد ذلك. لكن لا شك أنهم بهر لرؤية أولئك الذين كانوا منذ قليل يغزونهم بشجاعة ويحاربونهم بضراوة، يقفون في عبادتهم بهذه الصورة الخاشعة. لا شك أن جمع الصحابة بين الجهاد والصلاة وبين القتال والعبادة وبين القوة والرحمة وبين الثأر للكرامة والعفو عند المقدرة، لا شك أن كل ذلك كان لافتا للنظر جدا لكل الناس، ولا شك أنه كان يترك انطباعا إيجابيا عند عموم البشر بصرف النظر بقى عن جنسياتهم أو أعراقهم أو قبائلهم. كانت هذه غزوة ذات الرقاع، غزوة بلا قتال، لكنها غيرت كثيرا كثيرا في أفكار قبائل غطفان، وعدلت كثيرا كثيرا من سلوكهم. والكلام ده هيفسر لنا أحداث كتير هتيجي بعد كده. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.